وللمزيد ينضم إلينا من جديد مراسلنا فراس لطفي من جنين، حيث أنت الآن فراس. تطورات متسارعة، عملية قصف المسجد، المعلومات المتداولة إن كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما تراه بالعين المجردة وهل ارتفعت حصيلة القتلى؟ بالنسبة لحصيلة القتلى وما انتهيت إليه روبير، فإن حصيلة القتلى حتى الآن 8 كما ذكرت وزارة الصحة، مع الحديث من مصادر محلية عن وجود عدد أكبر لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إليهم بسبب الحصار المطبق الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي على جنين من خلال آلياته والحواجز العسكرية وهذا الاقتحام الذي يكبل حركة سيارات الإسعاف. الوضع ميدانيا لا تزال الاشتباكات مستمرة في أكثر من مكان وفي أكثر من محور في محيط مخيم جنين. يحاول الجيش الإسرائيلي بين الحين والآخر الدخول والاقتحام لتنفيذ يعني ما خرجت إليه هذه العملية العسكرية للوصول إلى العدد الأكبر من المسلحين الفلسطينيين، إضافة إلى معامل لتصنيع العبوات الناسفة. الجيش الإسرائيلي قال بأنه عثر على معمل فيه المئات من العبوات الناسفة والعبوات التي هي قيد التصنيع، إضافة إلى دليل للتصنيع ومواد أخرى لتصنيع هذه العبوات قام بتفجيره، وشاهدنا من هنا عندما تم تفجيره سحب دخان كبيرة وكثيفة. بخصوص المسجد، لساعات طويلة حاصر الجيش الإسرائيلي مسجد الأنصار وكان يطلق نداءات للمتحصنين بداخله للخروج، ولكن كان هناك اشتباك واستمرار من الشبان بالاشتباك مع الجيش الإسرائيلي. تم قصف هذا المسجد أكثر من مرة من خلال مسيرات ومن خلال قذائف مضادة للدروع، ويبدو بأن عندما وصلت الذخيرة إلى نهايتها مع المتحصنين بداخله فروا من نفق قديم موجود في داخل المسجد. عندما اقتحم الجيش الإسرائيلي هذا المسجد لم يجد أحدا بداخله بعد أن كان قد أطلق نداءات وأرسل رسائل نصية وصوتية للمتحصنين بداخله بضرورة تسليم أنفسهم، وكان ردهم بالرفض والاستمرار في الاشتباك. السماء لا تزال يعني لا تبرحه المسيرات التي تطلق بين الحين والآخر قذائف صاروخية باتجاه مناطق الاشتباك في مخيم جنين. الجيش الإسرائيلي من حيث نقف هنا يعني لا يزال يتحصن في أكثر من مكان وأكثر من محور، والجرافات الإسرائيلية التي قامت بتجريف الشوارع، معظم الشوارع المؤدية إلى مخيم جنين حقيقة روبير قامت بتدمير البنية التحتية بشكل كبير. نتابع تماما هذه الصور والقريبة من مسجد الأنصار فراس مباشرة بهذه الصور المباشرة على أكثر من نقطة. تحدثت عن استخدام الطائرات المسيرة وأيضا القذائف المضادة للدروع، سحب الدخان وغبار تدمير هذه الأبنية والبنية التحتية التي تذكرها لنا الآن ظاهر تماما في هذه الصور المباشرة. ولكن تحدث الجيش الإسرائيلي عن 24 ساعة لاستكمال ما أسمى عملية جنين واستهداف مسلحين وأنفاق ومصانع لتصنيع العبوات الناسفة. كيف تبدو الإجراءات على الأرض؟ هل يتم يعني الدفع بالمزيد من الآليات العسكرية؟ وذكرت الآن يعني دخول الجرافات إلى هذه المنطقة السكنية. روبير، قبل يعني أقل من ساعة تم الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية من آليات ثقيلة في محيط إلى محيط مخيم جنين. ليس واضحا إذا ما كان فعلا ما نقل عن وكالات الأنباء بأن إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي بحاجة ل 24 ساعة. هناك أخبار أخرى نقلتها دعوة أحرنوت بأن سويعات قليلة تفصل الجيش الإسرائيلي عن الإعلان عن الانتهاء من هذه العملية، لكن على الأرض ما نسمعه لا تزال هناك قدرات قتالية وإمكانيات المواجهة واضحة من خلال الأصوات التي نسمعها هنا والتفجيرات بين الحين والآخر للعبوات الناسفة والعبوات الأنبوبية محلية الصنع التي يتم استخدامها ضد الجيش الإسرائيلي المقتحم للمخيم، إضافة إلى أصوات الرصاص.
هناك عدد كبير من المسلحين، وواضح بأن الجيش الإسرائيلي الذي أعلن كما قال عن أهداف هذه العملية الوصول إلى المسلحين والبنية التحتية لتصنيع العبوات الناسفة والبنية التحتية لتصنيع القذائف الصاروخية محلية الصنع، والتي خرج من أجلها الجيش الإسرائيلي في هذه أو إلى هذه العملية، لم يتم تحقيقها بالكامل على الأقل فيما نشاهده الآن، بأن الاشتباكات لا تزال مستمرة والمواجهة وقدرة القتال لدى الفصائل المسلحة لا تزال مستمرة في مواجهة القوات الإسرائيلية المقتحمة. وبالتالي إذا ما كانت الأهداف الفضفاضة التي أطلقها الجيش الإسرائيلي قد تحققت فلربما ينسحب، ولكن ما نشاهده على الأرض هو استمرار للاشتباك، ونستطيع أو تستطيعون حتى سماع أصوات هذه الاشتباكات. نذكر فقط هنا روبير بأن مسجد الوحيد الذي تم قصفه، مسجد آخر قصف بمسيرة عسكرية إسرائيلية، المشافي تم استهدافها أيضا من قبل القوات الإسرائيلية بإطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع، ولكن الأخطر من ذلك هو انتشار عدد كبير من القناصة على أسطح المنازل وفي داخل غرف المدنيين هنا في محيط مخيم جنين، وأخذ من يسكنون بداخل هذه المنازل دروعا بشرية. الجيش الإسرائيلي نشر المئات منهم وهم يقومون باستهداف أي شخص يتحرك. طيب في الشوارع، الحياة هذا التكتيك هنا العسكري حرب الشوارع القناصين، هذه السيناريوهات في رأس تتكرر أكثر من مرة منذ العام 2021، كنا معك في مرات عدة وفي نقل مباشر يتكرر هذا المشهد وهذه الصورة. ولكن الحديث بأن العمل اليوم على ما تقول إسرائيل وسائل الإعلام منذ بدأ هذه العملية تتحدث عن استئصال كتيبة جنين، تتحدث أن عدد كبير من الشبان يتم تدريبهم في المخيم، فيما يعني لم يتم التثبت من هذه المعلومات، وأن تتحدث عن انتشار قناصين على أسطح البنايات حيث يقطن آلاف المدنيين. نعم روبير، دعني أختصر ما قاله يعني مركز الأبحاث القومي في إسرائيل، بأن من يطلق على مخيم جنين بأنه عاصمة المقاومة فالمقاومة ليس لها عاصمة، هكذا قال مركز أبحاث إسرائيلي، وهي موجودة في قلب كل فلسطيني، وبالتالي أي عملية عسكرية يخرج إليها الجيش الإسرائيلي للقضاء على المقاومة الفلسطينية سواء في جنين أو في أي منطقة أخرى فهو أمر يعني لا يمكن تحقيقه، خاصة وأن ذلك أثبت مع مرور أكثر من 21 عام على اجتياح مخيم، يعني كما استمعتم هذه تفجير لعبوة ناسفة شديدة الانفجار هنا في منطقة مدينة جنين حقيقة وليس في مخيم جنين، وبالتالي الآن تتوسع الدوائر دوائر المواجهة مع الجيش الإسرائيلي من مخيم جنين إلى أطراف مدينة جنين. كنت أقول بأن العملية التي أطلقت والسور الواقي الذي أطلق عام 2002 وتم دخول الجيش الإسرائيلي وقصف المخيم بطائرات الـ F-16 لربما مؤقتا ولسنوات توقفت ظاهرة التسلح والمقاومة داخل مخيم جنين، ولكن سرعان ما عادت بعد عقدين من الزمن. هؤلاء الذين يحملون السلاح ويقاومون الجيش الإسرائيلي ويواجهونه في هذه العمليات، إما أنهم كانوا صغار في ذلك الوقت أو أنهم لم يولدوا بعد، وبالتالي اليوم جيل بعد جيل يواجه الجيش الإسرائيلي هذه المعضلة التي يتحدث عنها سواء الفلسطينيون العاديون أو حتى المستوى السياسي، بأن العقدة هي في الاحتلال وإنهاؤه ينهي كل هذه المظاهر، وهذا ما لا يوجد حلول لدى المؤسسة أو المستوى السياسي الإسرائيلي الذي فقط يعني يحاول المناورة واستخدام الخيارات العسكرية الإسرائيلية. الاشتباكات لا تزال مستمرة. طبعا نحن سنتابع معك فراس، نسمع هذه الرشقات النارية وأطلاق رصاص، لا يزال سنواكب معك مع هذه الصورة وأيضا مع الزملاء. نحن نأخذ عن قرب من حيث أنت الآن في مخيم جنين، ولكن ينضم إلينا أيضا من القدس الزميل نضال كناعنة. نضال، الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة، اشتباكات تحصل داخل المخيم، نقل لنا الصورة مباشرة الزميل فراس، القناصة ينتشرون على أسطح الأبنية، تم استهداف مسجد
الأنصار داخل المخيم بقذائف مضادة للدروع، ولكن نقل لنا أيضا فراس بأن ربما قد تنتهي العملية في أي لحظة. ما هي آخر المعلومات لديك الرسمية الإسرائيلية وما يصدر عن الجيش الإسرائيلي؟ ونتنياهو يقول إنه يدرس الوضع ويقوم الوضع في هذه الأثناء وفق مكتبه الخاص. نعم بالفعل روبير، أولا نتنياهو أجرى مشاورات أمنية قبل قليل بمشاركة مستشاره الأمني، أيضا مستشار الأمن القومي، عدد من المسؤولين الأمنيين، أيضا رئيس هيئة الأركان أجرى مشاورات في مقر قيادة الوحدات الخاصة بمشاركة كبار قادة الجيش في الضفة الغربية لتقييم الأوضاع ودراسة تقدم العملية العسكرية في مخيم جنين. لكن هنالك تقديرات في إسرائيل، تقديرات عسكرية وأمنية بأن العملية في طريقها إلى النهاية، منذ ساعة تقريبا قلت بأن هنالك تلميحات بأن إسرائيل تنوي إنهاء هذه العملية قبل الليلة قبل حلول الظلام، أولا لحماية القوات الإسرائيلية، هي لا تريد أن تعلق هذه القوات في كمائن في مخيم جنين، وأيضا من أجل عدم ارتكاب مجزرة في مخيم جنين ستؤدي إلى فقدان الدعم الدولي الذي تحظى به هذه العملية. مثلا شهدنا الدعم أو التعبير عن الدعم من البيت الأبيض لمثل هذه العملية، وقوع مجزرة في مخيم جنين ستؤدي إلى فقدان إسرائيل لمثل هذا الدعم، وهذا هو التخوف الإسرائيلي الآن. النية لدى الأجهزة الأمنية هي في إنهاء هذه العملية الليلة في استراتيجية جديدة أو في تكتيك جديد حتى إن صح القول، الدخول كل مرة إلى واحدة من هذه المناطق ما تسميها إسرائيل البؤر التي يسيطر عليها المسلحون الفلسطينيون، الدخول إجراء عملية سريعة لكن قوية، اعتقال أو تصفية عدد من المقاتلين، مصادرة أو إعطاب لكميات كبيرة من السلاح والخروج. أولا هذا يقلل من عدد الإصابات في الجيش الإسرائيلي، هذا لا يستثير المجتمع الدولي كما يمكن لعملية مستمرة تستمر لأيام وأسابيع أن تفعله، وبالتالي إسرائيل لن تلاقي ضغوطا دولية عليها للانسحاب، ولن تكون هنالك صورة لإسرائيل تنسحب تحت ضغط دولي. الآن التقديرات كما قلت هي التوجه إلى إنهاء هذه العملية العسكرية إلا إذا حدث أمر ما، مثلا مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين أو تورط الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، هذا طبعا سيغير من الصورة، لكن التوجه العام هو الانسحاب الليلة من مخيم جنين والعودة وتكرار ما شهدناه اليوم، هذا السيناريو في عدد آخر من مناطق الضفة الغربية. إذا ما نقله لنا الزميل فراس لطفي مباشرة من جنين، أكدته لنا المعلومات مع الزميل نضال كناعنة، المعلومات الخاصة بسكاي نيوز عربية والتي نقلها في هذه القراءة العسكرية ولين تتجه العمليات في جنين. طبعا شبكة مراسلي سكاي نيوز عربية سنتابع معكم على مدار الساعة الزميل نضال كناعنة والزميل فراس لطفي مباشرة من جنين والقدس.